إن وجودنا لوقت طويل في مكان العمل أو حتى في المنزل قد يجعلنا نتعايش مع بيئة غير صحية 100%، والسبب في ذلك هو عدم وجود أي شيء له علاقة بالطبيعة كالنباتات. الدراسات تقول إن وجود كمية قليلة من النباتات في مكان العمل مثلاً سيكون له أثر إيجابي كبير على أدائنا لأعمالنا. فما هي فوائد وجود النباتات الطبيعية في أماكن العمل؟ زيادة إنتاجية الموظفين. هناك دراسة في جامعة إكستر تبين أن الموظفين زادت إنتاجيتهم بنسبة 15% بعد وضع نباتات في مكاتبهم التي كانت جرداء من أي نبات. تقليل الضغوط النفسية. هناك دراسة قامت بها جامعة التكنولوجيا بسيدني في أستراليا عام 2010، ووجدت انخفاضاً كبيراً في الضغوط النفسية عند الموظفين حينما جلبت النباتات إلى مكاتبهم، خفض نسبة الإصابة بالأمراض وتنقية الجو. في تقرير نشرته هيومان سبيس عام 2015، حيث قامت بدراسة 7600 موظف في 16 دولة، وجدت أن حوالي الثلثين، أي 58% منهم، ليس لديهم نباتات طبيعية في مكاتبهم، بينما أولئك الذين يعملون في مكاتب بها نباتات فصحتهم أعلى من غيرهم بنسبة 15% وإنتاجيتهم أعلى بنسبة 6%. الشعور بالراحة للموظفين والمكاتب. وجود مجموعة من النباتات في المكاتب يزيد من رطوبة الجو للمدى الذي يشعر معه الإنسان بالراحة، وهي النسبة من 30 إلى 60%. بيئة جاذبة للموظفين الموهوبين والعملاء. أصبح الناس في الأونة الأخيرة انتقائيين في أماكن أعمالهم من ناحية المنظر العام والتصميم والجو العام في المكاتب والشركات، والاستفادة من النباتات في هذه الأماكن يضفي سحراً ورونقاً خاصاً في التصميم الداخلي الذي ينعكس إيجاباً على الانطباع عن الشركات.